السلام عليكم الاخوان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه كنعتذر على الاسبوع اللي فات، كان الفيديو ما كاملش، بزاف ديال الاخوان نبهوني لهذه النقطه هذه، فكنعتذر لاني بالنسبه للفيديو ديال الاسبوع اللي فات كان فيه واحد الخطا، مي راه خليناه، ما بقيناش موديفينا، ما بقيناش زدنا عليه. مي ان شاء الله في هذا الفيديو هذا فغادي نحاولوا اننا نتطرقوا ان شاء الله النقط اللي هي مهمه بزاف، منهم يعني اشياء اللي عندها علاقه بالدراسه، عندهم علاقه خاصه يعني كتجربه ديالي انا شخصيا، وكتجربه ديال العديد من الاصدقاء ديالنا اللي تاهما قراو في الصين، باش هكا تكون عندك يعني واحد الفكره اللي تكون واضحه على كل موضوع كنطرقوا ليه ان شاء الله في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نداويها هي بالنسبه على سبيل المثال، علاش خاصني نشوف شي حد اللي غادي ندفع معاه، اللي بغض النظر انه فهمتي غادي يعطيني واحد السيرفيس اولا كيف ما كنقولوا باللغه العربيه ديالنا غادي يعطينا واحد الخدمه. هاد الخدمه هذه فهي ما كتعلقش فقط بانه غادي يسجلك في جامعه ولا غادي يجيب لك يعني واحد المنحه، فضروري غادي تركز على بزاف ديال النقاط، فمن الاحسن تاخذ ورقه وستيلو باش نوطي هاد النقاط هادو كاملين، باش تعرف كيفاش انك خصك تدفع، كيفاش تختار بعدا فين غادي تدفع. فمن بين هاد النقاط هادو اول حاجه اللي دائما كتلقاني كنركز عليها يعني كنقطة أولى، واش هادوك الناس اللي غادي ندفع معاهم فعندهم واحد التجربة في هذا المجال هذا أعلى؟ إلا عندهم مجال دونك نتوكل على الله، ما عندهمش تجربة دونك نحاول أنني نبعد، حيت ميمكنش على سبيل المثال لواحد الناس اللي ما عندهمش تجربة في واحد المجال، أولا على سبيل المثال كتلقى يعني مكتب كيدفع لعشرات الدول، فبطبيعة الحال ميمكنش لك أنك غادي تقول أنك غادي نمشي مع هذا المكتب هذا ولا هذا، حيت في الغالب غادي يكون فقط وسيط. دونك ما يمكنش علاش غادي ندير هاد العمليه دي. اما بالنسبه للناس اللي كتلقاهم يعني كتلقى خدامين على واحد الوجهه اللي دايرينها هي البريوريتي ديالهم، هذيك اللي خدامين عليها، فهاد الناس هادو كيكونوا عارفين بان هذيك الوجهه فهي كيف ما كنقولوا وجهه بالنسبه لهم اللي هي ضروريه وهي اللي كيخدموا عليها بزاف، دونك كنختار انني الملف ديالي ندفعو مع الناس هادو. النقطه الثانيه اللي غادي ندوزو لها هي شكون هما دوك الناس، وهذه نقطة مهمة بزاف اللي بزاف الناس ما كيردوش ليها. كاين بزاف الناس اللي كيمشيو ربما كيف ما كانت هذه الجهة هذه كيركز بزاف على واش غتلقاو ليا في المطار، واش غديوني يعني تركبوا معايا في الطيارة. فالامور الاخوان حاول ما تركزش على هذه النقط، هذو هي ضرورية وغادي نجي لها وغادي نتكلم عليها وكنديروها في بارمي لي سيرفيس ديالنا، مي غادي نجي نركز معاك هو الاول على المضمون اكثر من انني فهمتي غير غادي بالدارجه ديالنا كنقولوا غادي غير نزوق لك باش انني نبيع لك. اما في هذه النقطه هذه فاحنا ما كنزوقوش وماشي كنبيعو، يعني باش تكون هذه النقطه كليره الاخوان، راه ماشي كنخصني نزوق لك باش انت تكون عجبك الحال، لا، فانت كتقلب باش انك تلقى واحد السيد او لا واحد السيده اللي غتعطيك شي حوايج اللي غادي يعاونوك في الحياه ديالك وفي المسار الدراسي ديالك. هاد الناس هادو خص ضروري نشوف بعدا شنو هي الباك جراوند ديالهم، يعني هاد الناس هادو فين قراو، اشنو المستوى الدراسي ديالهم، واش خدموا في ديك البلاد، شحال دوزوا في ديك البلاد، اش كيديروا في ديك البلاد. هادشي كله الاخوان كيكون ضروري 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 جدا. علاش؟ حيت على سبيل المثال ملي غادي ناخذ واحد على سبيل المثال واحد الشخص اللي عاش في الشينوا 20 عام، راه ماشي بحال واحد يلا جا للشينوا هادي عام عامين ثلاث سنين، راه لا مجال للمقارنة، وماشي بطبيعة الحال بحال واحد ما عمرو جا للشينوا، ما عمرو قرا في الشينوا، ما عمرو خدم في الشينوا، يعني غير لوجيك مور، يعني ملي غادي تجلس هتهز واحد ثلاثة ديال الأصناف ديال الناس ولا أربعة ولا خمسة، راه أوتوماتيكمون هذاك اللي جلس في الشينوا 20 عام 30 عام، راه غادي يعاود لك شي حوايج اللي كيعطيك التاريخ، راه بطبيعة الحال ماشي بحال واحد اللي غير مشى سافر للشينوا ورجع، أولا ما عمرو مشى للشينوا، فاش غتجلسو؟ راه واخا يكون تفرج في لي فيديو في اليوتيوب، واخا يكون عاودوا ليه، واخا يكون ما عرفتش شنو. فبطبيعة الحال ما غاديش يعطيك بحال واحد اللي عاش في هذيك البلاد. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، هذاك الشخص واش قرا في الشينوا ولا لا؟ بطبيعة الحال راه ملي كتجلس مع الناس، هذاك اللي قرا في الشينوا كتلقاه كيف ما كنقولوا حنا بالدارجة ديالنا موسوعة، غادي يبقى يعطيك على الشينوا، يعاود لك على الشينوا حتى الغدا. يعني كنقولوا بالدارجة غادي يقهمك بالشينوا. مقارنة بواحد اللي كيف ما كنقولوا حنا ما عمرو فهمتيني مشى للشينوا كاع، ما عرفش الشينوا حتى ما عمرو حتى شد الطيارة للشينوا. دونك الإخوان حاول دائما تعرف هذوك الناس اللي غادي تدفع معاهم واش كيستاهلوا انني نعطيهم يعني الملف ديالي، نعطيهم الثقه ديالي او ما نعطيهمش الثقه. ثالث حاجه راه الباك جراوند ديال داك الشخص، يعني ملي كنلقاو واحد يلا جا غادي يقرا في الشينوا، راه بطبيعه الحال ماشي بحال واحد ديجا واخد باشلور في الشينوا، هذاك اللي واخد باشلور في الشينوا وقرا في الشينوا، راه بطبيعه الحال راه دوز 4 سنين في الشينوا،
وكاين اختلافات عاوتاني، مي هذاك اللي خدا الباشلور في الشينوا واحد ما عمرو يلا غادي يجي يقرا في الشينوا العام الاول العام الثاني، ايفيتي العام الاول العام الثاني علاش؟ حيت هذاك اللي غيكون في العام الاول العام الثاني هذاك غادي يعاود لك من ليكسبيريونس ديالو ديال داك العام الاول العام الثاني، مقارنه بواحد قرا باشلور ديالو وتخرج في الشينوا وشاف كيفاش البروسيس كامل ديال 4 سنين، دونك غادي يعطيك هو من البروسيس ديالو. ملي كناخذوا عاوتاني واحد قرا عاوتاني الماستر في الشينوا، راه عاوتاني ماشي بحال واحد قرا الباشلور، واحد عاوتاني قرا ماستر وقرا بي اتش دي في الشينوا، راه ماشي بحال. وملي كتلقى عاوتاني واحد قرا ماستر وقرا بي اتش دي ودار البوست دوك وخدام في الشينوا، طبيعه الحال غادي تلقى فهمتيني لي زانفو اللي غادي يعطوك وداكشي اللي غتستافد معاه، وطبيعه الحال ما غاديش تستافدوا مع واحد ما عمره مشى للشينوا او لا غير سمع بالشينوا او لا غير خدام كواسط. دونك الاخوان راه كاينين شي حوايج اللي كيف ما كنقولوا انت راه ملي كتخلص واحد كيف ما كنقول واحد لي فري ديال نسميهم فري دوسي او لا ديال الاستشاره او لا اي حاجه، ما كناكد الاستشاره عندنا راه بالمجان ما كتخلصش عليها، حيت كاين جهات اللي كتخلص حتى الاستشاره، بالنسبه لنا الاستشاره راه فابور. هذه اول حاجه كنقول لك، يعني ملي كتلقى واحد الشخص اللي هو كيف ما كنقولوا غادي يعطيك من الوقت ديالو، بطبيعه الحال راه انت غادي يقدر يغير مسار ديال حياتك، حيت تقدر تكون معلومه واحده يعطيها لك انت كنتي غادي دير واحد الخطوه غير بدل لك هذيك الخطوه حيت كلها تبدلات. علاش؟ حيت كيعطيك فهمتيني كيختصر عليك الوقت، كيختصر عليك فهمتيني اش منو جاي. يعني على سبيل المثال كيكون على سبيل المثال الطلبه كيجيو هنا للصين وكيستاجروا معنا، يعني حتى بالنسبه للخدمه بالنسبه للبارتايم، حتى انا راه انا بالنسبه كاكا ديالي بيرسونيل حتى انا راه كنت طالب، حتى انا راه كنت كندير البارتايم كنت كنخدم، مي هذيك الاكسبيريونس حتى انا فاش كنت طالب ديال 6 سنين 7 سنين هذا راه حتى انا كنت كنشوف كدازوا علينا شي حوايج، وهذوك الحوايج خصنا الطلبه الاخرين اللي غايجيو ما يدوزوش عليهم. يعني واحد اللي جات الشينوا يلا جات لك شهور 4 شهور فما عندوش بطبيعه الحال هو فاقد الشيء، يعني كيف ما كنقولوا واحد اللي اصلا هو فهمتي ما داش من ديك الاكسبيريونس راه ما غاديش ما عنده ما يعاود لك، يعني واخا يكون هو سامع غير سامع غادي يعاود لك داكشي اللي سامع داكشي ديالو كيسير داكشي. باش ملي كتمشي لاي بلاصه اي جهه اي مكتب فبطبيعه الحال كتحاول تركز واش انا بين ايدي امنه، حيت كاين اللي غادي يغلب عليك كيف ما كنقولوا حنايا بحوايج اخرين اللي غادي يحطهم لك هما الاولين، يحط لك حنا راه نقدروا فهمتيني نصايبوا لك الفيزا، نقدروا فهمتيني نديروا معاك مواكبه، نقدروا نديروا معاك ما عرفتش شنو، المهم كيدخل لك الامور باش يشارجي عليك في الفاكتوره. لا الاخوان شوف الاساسيات هما الاولى، راه بحال كتبني واحد الدار انت هو فهمتيني داك الدار اللي فهمتي عندك واحد المستقبل، كل ما كان الساس ديالك مزيان كل ما كانت الامور ديالك ان شاء الله كتمشي مزيان. منهم على سبيل المثال ملي كنتكلموا على جامعات مزيانين، راه ملي كنتكلموا على جامعات مزيان ما كنتكلموش عن فراغ، راه شي كون كانوا جامعات اللي هما ضعاف غيوصلوك لواحد النتيجه، اكون لقي اسهل حاجه هي ندفع للجامعات اللي مكلاسين 300 و400 و500 وموجودين عندنا وكنتلاقى معاهم كنقول لهم لا هادو عطيهم لشي دوله اخرى ما تعطيهمش فهمتي لولاد بلادي. علاش؟ حيت هادوك الجامعات فريمون ساهلين وكيعطيو دي بورس اللي هما مزيانين قرايه وسكنه فيهم كاع اللي كيعطي قرايه وسكنه وصالير، مي كاين اللي كيبغي يعطيك هذيك قرايه وسكنه وصالير حيت غيستافد معاك مزيان. كيفاش غيستافد معاك مزيان؟ غيشارجي عليك الفاكتوره، حيت كون كان الغرض ديالنا فقط اللي هو ربحي كنا حنا كنجمع ما غاديش نبقاو نضربو ونشوفو الطلبه جامعات مزيانين وتقاتلوا وتسناو هادي، كنا نديرو الساهل. كاين جامعات اللي كتعطيك في دو سيمين كتعطيك كاع، حنا كاين اللي قل كاع، كاين جامعات اللي ربما في سيمانه تعطيك الادميشن، كاين اللي فهمتيني دغيا تعطيك وتعطيك كاع فول سكولارشيب واخا انت عندك 10 10 عندك فهمتي تعطيك القرايه والسكنه، مي شكون اللي في الاخر اللي غيضيع؟ الطالب اللي غيضيع يقدر يجي في الديبار حيت كيكون جاي من المغرب من واحد المحيط او واحد الانفيرومون كيما كنقولوا غايجي لونفيرومون واحد اخر في الاول ما كيبانش ليه داكشي، غيقرا فهمتيني الشهر الاول الثاني الثالث حتى الابري فاش كيبدا يتلاقى مع الناس وهذا كيقول لا راه يمكن نقدر فهمتيني في الماستر في البي جي. لا الاخوان راه قراو الناس الباشلور ديالهم في الشينوا راه لقاو مشكل من بعد فاش كيتخرجوا، كاين معنا طلبه اللي كيتفرجوا كاين العام اللي فات كانوا طلبه اللي خداو الباشلور ديالهم فاش جاو يدفعوا الماستر وتواصلوا معايا ودفعوا كاع الرسوم وداكشي وقراو في جامعات مزيانين، ما ملي كنقول لك مزيانين يعني ماشي دوك 400 500 مي يقراو كاع في 150 200 مي لقاو مشكل باش يدفعوا فهمتيني في الجامعات المزيانين في مصر، لقاو حوايج اخرين ما تاكسبتاوش بخلاف انهم قراو بعدا ديجا في هذا. وكاين طلبه عاوتاني اللي تما كيف ما كنقولوا خداو كي يعني الانسان كيف ما كنقولوا كيخلص باش انه يتفادى المشاكل باش انه ياخذ من ليكسبيريونس ديال دوك الناس باش انه
يوصل لواحد المبتغى ديالو، حيت في الاول ولا في الاخر ما كتشوفش راسك يعني غنمشي للشينوا غادي نعيش في دار روم سينجل روم ولا شي حاجه. كيبان ليا اشنو غادي ندير في الشينوا من بعد، واش غادي توصلني ولا لا، واش واحد البلاد اللي تستاهل انني نمشي نقرا فيها انفيستي فيها ولا لا. بغض كاين واحد النقطه واحده اخرى اللي بزاف كيتكلموا عليها، ملي كنتكلموا على سبيل المثال على اللغه الصينيه، اللغه الصينيه يعني كاين اللي كيقول لك لا ماشي مهمه راه تقرا. شوف انا كنقول لك انا من الاكسبيريونس ديالي ديال واحد اللي قرا في الشينوا وخدم في الشينوا وفهمتيني ما عرفتش شنو، كنقول لك شوف في الاول ولا في الاخر كتبقى اللغه الصينيه غتنفعك غتنفعك. كنهضر انا ما كنهضرش على دابا عام عامين ثلاث سنين، كنهضر لك انا على المدى البعيد وكتسهل لك حياتك. غتقول لي بغيت نخدم نصوفي راسي بارت تايم، غتعاونك الشينويه هادشي فهمتيني في خلال مسار الدراسه ديالك. غتقول لي على سبيل المثال الفرص بعد التخرج غتنفعك الشينويه، غتقول لي من بعد بغيت ندير ماستر بي اتش دي غتنفعك الشينويه. هذه فهمتيني لا جدال عليها ولا نقاش فيها. على سبيل المثال كاين ميم جامعات اللي كيعطيو دي بروغرام اللي كتسمى هذا الفونديشن، هادو تا هما كنصح بهم صراحه، غير هما كيكونوا زايدين شويه في الثمن مقارنه بعام ديال اللغه الصينيه. فالطالب يعني كيقرا على سبيل المثال اللغه الصينيه ومباراليل كيقرا مات الفيزيك، وهذا شي حاجه اللي كتبريباري سميتو كتبريباري باش انه يقرا المواد ديال الهندسه. وكاين حتى لاني بريباراتوار ديال الناس اللي كيبغيو يقراو الميديسين، يعني اني بريباراتوار فيها اللغه وفيها كل ما يتعلق يعني بالمجال ديال الميديسين، حتى هادو كاينين. واخا راني حليت واحد المجال اللي ربما بزاف ديال الجهات ما عارفينوش، كاين انا نقول لكم الاخوان غير باش نكون كلير معكم، راه كيكونوا بزاف ديال المعلومات بزاف ديال الحوايج اللي ما كنبغيش نبارطاجيهم في الفيديو، مي الطلبه اللي كيدفعوا معنا راه اوتوماتيكمون راه كياخذوا هذه المعلومات هذو. حيت انفو كتجلس مع واحد الطالب كتعطيه الوقت ديالك وكيعطيك هو الوقت ديالو كيشرح لك هو شنو بغى يدير، فكتبروبوزي عليه بزاف ديال الحوايج. علاش كاينين شي حوايج ما نقدروش نبارطاجيهم غير في الفيديو؟ حيت كاين اللي كيقلب غير ياخذ شي حاجه باش يمشي يديرها كتجاره. لا الاخوان راه هذا المجال هذا ماشي فقط يعني اجي نجمع الطلبه ندفع ليهم وهذه اجي نسجل فهمتيني ما عرفتش شنو. لا الاخوان راه كيبقى واحد الجانب اللي هو انساني، خصك تتعامل مع الناس كيف ما غتبغي الحاجه اللي هي مزيانه لك كتبغيها حتى لولاد الناس حتى هما. دونك ضروري اول حاجه كتعطي لهم فورماسيون، كتعطي الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون، كتعطيهم كيفاش انه حتى هو باش يوصل، حيت حتى هو الا كان ساتيسفي على السيرفيس ديالك راه اوتوماتيكمون راه غادي فهمتي يروكوموندي لك ناس وحدين اخرين، وغادي تكون حتى العلاقه اللي غادي تكون ما كتكونش فقط علاقه ديال صافي دفعت وسالينا الله يعاون الله يعاون، لا كتولي واحد العلاقه ديال واحد الصداقه اللي كتبقى من بعد. حتى ملي كتجي من بعد للصين فبطبيعه الحال غنتلاقاو هنا في شينوا غنجلسوا هنا في شينوا، كاينين فرص اللي فهمتيني بزاف الحوايج. بعض المرات كتكون جالس غير في شينوا كتبغي فهمتي غير على سبيل المثال كاين اللي كيتواصل معايا دابا دفعوا معايا 3 سيمانات بس كيبغي يفتح شركه كيجي كيقول لك خويا هذه كتقول لي شوف اش دير اش دير سير عند، ولا كتعطي كتروكوموندي لي هاك هذا الكونتاكت هذا سير عند هذا السيد هذا ولا سير عند هذه السيده هذه في هذه المدينه هذه غيقاد لك الوريقات كلشي حتى ما بشحال غيقاد لك زاد عليك قولها ليا باش نمشي نهضر معاه. دونك الاخوان راه كاين شي حوايج اللي كيفوتوا فقط انني على سبيل المثال راه غادي غير ندفع، كاينين شي حوايج اللي ضروري خصك تركز عليهم. كتركز اول حاجه على راسك، كتركز على المستقبل ديالك، كتشوف راسك عندك على سبيل المثال 17 18 عام، كتشوف راسك من دابا 10 سنين غتولي عندك 27 28 عام، 27 28 عام حنا نقولوا على الاقصى يعني خديتي باشلور ماستر بي جي، كاين اللي غيسالي الباشلور ديالو، كاين اللي غيجي للشينوا وما تعجبوش. علاش؟ حيت داك الصوره اللي تعطاتك على الشينوا ربما ماشي هي هذيك الحقيقه، اولا فهمتيني تعطاك شي حاجه، اولا كاين بارفو طلبه اللي مشاو للجامعات يعني دول المستوى عاد واش كيبغي يبدل. علاش؟ حيت ما كانش عارف، ما كاينش اللي ينصحو، راه ما بقاش على سبيل المثال غنديك في الطياره وهذه، لا راه داكشي كامل ولينا كنتكلفوا به، داكشي كامل دابا ولينا كنديروه. دابا الحمد لله ليكيب كبيره ان شاء الله خدامين على لي سيرفيس كامل، الفيزا خدامين عليها، اي حاجه خدامين عليها يعني باش نحاولوا ان شاء الله نعطيو يعني احسن سيرفيس ان شاء الله اللي يكون في المغرب. يعني هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، نعطيو ان شاء الله احسن سيرفيس اللي يكون في المغرب باحسن ثمن، ماشي فهمتيني غنعطي احسن سيرفيس ونشارجي بنادم، لا باحسن ثمن. وكل ما فهمتيني خلينا شي حوايج نخليهم غراتوي شي حوايج اللي نخليهم فابور، كل ما كتكون مزيان للطالب وفي الاخر الطالب هو اللي كيكون باري. حيت في الاول ولا في الاخر ملي كيجيو الطلبه للصين كيتلاقى مع بعضياتهم، انا جيت مع اكس انا جيت مع ايكغ انا جيت مع هذا، ملي كتجي كي شحال جيتي انا جيت بهذه انا دونك اوتوماتيكمون كيعرف الطالب بانه واش تصيد ولا ما تصيدش. راه واخا تكون درتي ليه ما عرفتش شنو، واخا تكون هزيتيه في الطياره جبتيه في الجيت، في الاخر هو كيحسب الى جا داك الثمن غلا من داكشي اللي باش جا مع ناس وحدين اخرين كيولي كيقول لك
لا. الحاجه الاخرى اللي مهمه هي لا ديسپونيبيليتي داك الطالب. يعني انا نعطيك ابسط مثال، ابسط مثال، كاينين اباء دابا يوميا كيتواصلوا معنا، كاينين اباء يوميا كيتواصلوا معنا، كيتواصل معاك فهمتيني، كيسولك على ولادو، وعافاك سول ليا في الجامعه واش القرايه ديالو مزيان، وهذا خايف على ولدو. هنا اش كيبين؟ كيبين لك بانه راه فهمتيني خايف على ولدو، باغي ولدو انه يوصل عنده واحد الطموح، يعني مانفيستي في ولدو. يعني حاجه اللي هي فهمتي كيف ما كنقولوا بالنسبه لنا كتجينا طبيعيه، كنمشيو كنسولو ديك الجامعه وهذا. حاجه واحده اخرى، راه كاينين الاخوان اوفرز فريمو هذا العام، هذا كاينين في التوب 10، في التوب 10 كاينين اوفرز، لا بالنسبه للغه، يعني باش ما فهمتي باش نكون كلير، لا بالنسبه للغه، لا بالنسبه للتخصصات، لا بالنسبه للباشلور، لا بالنسبه للماستر، لا بالنسبه للبي اتش دي، حتى في التوب 10 وفي التوب، ملي كنقول التوب 10 ما بين 1 و 10 كاين اوفرز، ما بين 10 و 20 كاين اوفرز، ما بين 20 و 30 كاين اوفرز، 30 40 كاين اوفرز. هذا العام هذا ان شاء الله عندنا واحد لوبجيكتيف اللي هو كبير بزاف. وباش نكمل، كنا كنتكلموا على سميتو على الاهميه ديال اللغه الصينيه، فالاهميه ديال اللغه الصينيه كاين بزاف صراحه ما كيعرفوش الاهميه ديالها، حيت ما حد الانسان باقي ما سالاش الدراسه ديالو، باقي ما خدامش، باقي ما بزاف د الحوايج ما تحكش بهم، ما كيعرفش الاهميه ديال اللغه الصينيه وفاش غادي تنفع. ابسط مثال، ابسط مثال، الناس انا كنهضر بالنسبه للناس اللي بطبيعه الحال باغا تستقر هنا في الصين ولا تخدم من بعد هنا في الصين، ولا ما باغاش دير تيتشين داكشي ديال لونغلي الدراري صغار، لا كنهضر على الانسان باغي يخدم في المجال ديالو، في الدومين ديالو، في لي كومباني اللي هما صينيين. وحاليا راه كيف ما كتعرفوا، راه ملي كنقول لك خصك تقرا اللغه الصينيه، راه ماشي كنقول لك ما تقراش لونغلي، لا، راه لونغلي راه بلا ما نهضر معاك في لونغلي، راه ما نهضرش معاك في لونغلي الاخوان، لونغلي راه هذه فهمتيني حاجه اللي بديهيه بدون نقاش. انا بالنسبه لي الاخوان، راه شوف خلاص راه كتهضر بالدارجه في المغرب، ماشي كنقول لك العربيه، ملي كنقول لك كتهضر بالدارجه في المغرب، دونك الدارجه راه كلشي كيعرف ليها على الاقل، كتعرف تهضر بالعربيه يعني على الاقل تكتب بها، وهذا كتعرف تهضر بالفرنسي، حتى هي ما كاين اللي غايقول لي لا الفرنسي. شوف اخوان، كل لغه كتهضر بها، كل ما كتغير من الشخصيه ديالك، كل ما حياتك كتولي فهمتي عندك فرص اكثر. عاد باش كندوزو لونغلي الاخوان بدون نقاش، انت جاي خارج برات المغرب الا ما كتهضرش لونغلي، راه شوف غتعاني بالمزيان. انا كنقول لك لونغلي اشنو دير معاها، لونغلي ضروري الاخوان غتجي الشينوا دير معاها فهمتي اللغه الصينيه، غتمشي لكوريا لونغلي والكوريه، بغض النظر ما تعيش على واحد كيف ما كنقولوا، واحد كيف ما كنقولوا حنايا، يعني فقط كنديباني، لا، الوقت ديال الديباناج كان قبل من 18 عام، كتوصل لفوق من 18 عام ما كتبقاش مازال ديباني البريكولي، لا، كنقاد واحد الحاجه خصني نقادها باش نمشي معها فيها مزيان، باش تجيب لي واحد الريزولتا فينال، نوصل داكشي اللي بغيت في حياتي. يعني في الاول ولا في الاخر خصك توصل، باش توصل راه ما يمكنش اخويا تقول لي بغيت نوصل انت ما كتهضرش بالشينوي، انا في الشينوي هذه غير نسى، سينو غتولي كتبريكولي، كديباني، كدير شي حوايج غير باش انك فهمتيني كيف ما كنقولوا معايش، فقط غير فهمتيني كتحاول انك بحال شي واحد اللي كيعوم وها كيتفتف هاكا كيضرب باش انه فهمتي ما يغرقش وصافي. اما ملي كتعلم اللغه وهذه فكتولي كتعوم عادي، حطوك فين ما حطيناك غادي تعوم وغادي تخرج وغادي تصوب راسك، هكا دايره الاخوان الحياه. فهادشي اللي كنبارطاجي معك ماشي فقط يعني كتجربه شخصيه ديالي، ملي كنعطيك تجربه ديال الناس كثار، تقدر ميم تقدر تدخل للانترنيت غتلقى فهمتي، ميم في اليوتيوب، هنا في اليوتيوب غتلقى بزاف ديال الطلبه اللي قراو هنايا وخدموا هنايا، وربما مشاو حتى لدول اخرين. فإلا سولتي غير سؤال واحد، واش اللغه الصينيه مهمه باش تقراها، غايقول لك شوف الحاجه اللي غتنفعك في هذيك البلاد هي اللغه، غتنفعك ما تضيعش الوقت ديالك، حاول انك فهمتيني تقراها، اللغه غتنفعك وغادي توصلك لشي حوايج اللي ربما ما كنتيش انت دايرهم. اما الشخص اللي غايقول لك اللغه تضيع فيها فلوس كل الوقت ديالك ولا شنو، فعرف هذا فهمتيني ربما ما فاهمش، ربما ما فاهمش، باقي ما عارفش. كاين اللي غايقول لك لا لا سيسيون تمارس وهذا، الاخوان هذه النقطه هذه راه متجاوزه، ما تخليش شي واحد كيف ما كنقولوا يتفلى عليك ولا يوهمك ولا يعيشك بشي حاجه اللي ما كايناش. انفيستي في راسك، راه كل ما كتانفيستي في راسك راه فهمتي غتوصل للنتيجه اللي هي مزيانه، ما حدك ما كتانفيستي في راسك راه ما غاديش توصل. انا نعطيك ابسط مثال، غتقرا على سبيل المثال اي دومين، غتقرا الميديسين، غادي تقرا البيولوجي، غتقرا اي حاجه فهمتيني التمريض، غتقرا اي حاجه عندها علاقه باللاب والكيمستري، ما كتعرفش الشينويه وبغيتي تقرا في الشينوا التخصصات هادو، فكنقول لك اي اخويا راه ما غاديش تستافد شي حاجه. باش تكون معك كلير،
راه ما يمكنش انت غادي تكون في لابو معاك دايرين كارشنا وبغيتي فهمتي على سبيل المثال تهضر معاهم تقول لهم انا نهضر بالانكلي، الناس راه كاينين امريكانيين راه كيهضروا بالانكلي، اش غيدير بك انت يعني؟ هذه بين قوسين يعني تعلم اخويا الشينوي، كون متميز على الناس وحدين اخرين، ما تكونش بحالك بحال غير الناس، ما تكونش فقط غير مقيد، ما تكونش فقط غير غادي فهمتيني، غير باغي فهمتيني شي باش تخرج من المغرب. راه قلتها في الفيديو واقيلا اللي فات، راه دابا مابقاش صعيب باش تخرج من المغرب، داكشي كان شحال هادي في التسعينات وفي الثمانينات باش تخرج كونطرا هادي، لا دابا ولا ساهل. كاينين دول دابا كتشري الطياره وكتمشي للمطار الباسبور، الحمد لله الدوله المغربيه اي واحد بغى الباسبور صايب وريقاتك هادي كتخلص الرسوم ديال هذا صافي، انت خديتي الباسبور انت خرجتي برا المغرب. يبقى شي واحد يبان عليك ولا شي حاجه، مي باش تبان على واحد اخر هو في سميتو في النيفو في المستوى ديال الدراسي ديالك فين انت وصلتي. كترجع للمغرب كيهضر معاك على سبيل المثال واحد الشخص مشيتي لشينوا وكتهضر شويه الشينويه، اشنو غتقول لي ايديان ديان؟ ما فهمتيها، بقى يفهمتي ضحك عليك يقول لك راه ما يمكنش انت ضربتي في الشينوا 10 سنين وما كتعرفش اصاحبي تهضر الشينويه، راه ما يمكنش. ويقدر كاع فهمتيني على سبيل المثال نقول واحد مشى لاسبانيا، ما يمكنش لك اصاحبي انت عايش في اسبانيا ما كتهضرش بالاسبانيه، ما يمكنش لك انت عايش في ايطاليا ما كتهضرش بالايطاليه. غينوض لك شي واحد يقول لك واه الشينويه، شوف اخويا الشينويه راه اكثر لغه كيهضروا بها الناس في العالم راه هي اللغه الصينيه، وثاني اهم لغه في العالم. ليكونومي ديال الصين والاقتصاد ديالها راه شاعل الحرب كيف ما كنقولوا من الناحيه ديال الاقتصاد، ما بين شكون اللي بغى يكون هو اللي غيكون غيدوميني فهمتي العالم. ومن هنا القدام الا كانت عندك واحد الفيزيون كلير وكتشوف على المدى البعيد غتعرف بانه هذيك اللغه اللي هي اللغه الصينيه راه غتوصلك لشي حوايج اللي كيف ما كنقولوا دابا واحد 5 سنين 10 سنين بزاف الناس غيقول لك واه كانت عندي فرصه باش نقراها مي ما درتش فيها راسي. راه هذاك الناس اللي غيقولوها راه هما اللي هما حاليا نتوما هما دابا هما الناس اللي كيقراو حتى العام اللي فات والعام اللي قبل هذا، علاش كانت عندهم فرصه راه هما في شي يعني انفيستي في راسك. علاش العالم كيتقلب وكيف ما قلت لك عندك جوج اللغات ما غاديش نشكر لك شي حاجه اخرى، ما غنقولش لك سير قرا العربيه، العربيه راه فهمتي نورمال راك عارف، الفرنسي راه فهمتيني راه غادي تكون كتعرف ليها على الاقل كتفهمها كتقراها كتسمع كتفرش اخبار كتفهم. اسبانيه غتجيك ساهله. شنو هما اللغات اللي هما رسميين ديال اليونسكو؟ كاينين ستة اللغات. المهم راه قلب عليهم غتلقاهم، غتلقى منهم العربيه الفرنسي الانجليز البليونيه والشينويه وهذا الروسيه عندي فيها شك مي غالبا هي السادسه. المهم ست اللغات الروسيه غتكون هي السادسه، مي ما بقيتش عاقل بالضبط واش الروسيه ولا لا، مي متاكد العربيه الفرنسي السبليونيه الانجلي الشينويه يمكن الروسيه غالبا غتكون الروسيه، هذه حتى هي غادي تكون هي اللغه السادسه يعني في السلسله اللغات الاوفيسيال ديال اليونسكو ديال هذا ديال الامم المتحده وحتى بالنسبه لليونسكو. المهم هذا هو اللي كان الاخوان، راه هذا السوجي هذا فريمون راه طويل، اما دابا بينا فهمتيني نحطو نبداو نديرو شي كونسيبت اللي هو يكون جديد اللي يكون على شكل مثال على شكل دي بودكاست، انفيتيو طلبه اللي يكونوا ديجا فهمتي تخرجوا هنا في الصين ولا قراو في الصين داروا ماستر باشلور ماستر بي اتش دي، نجلسوا معاهم نهضروا معاهم نناقشوا معاهم هذه التجربه ديالهم. انا كتبان لي احسن حاجه غادي تكون هكا، باش هكا نتمنوا ان فهمتي الاستفاده ديال الطلبه فريمون اللي تكون كبيره وتكون يعني كيف ما كنقولوا مزيانه. ولا كانوا طلبه في الشينوا طلبه في الشينوا مهتمين باش اننا نديروا معهم ميم بودكاست، ندي بلاصه حتى لعندهم نجلسوا معاهم نصوروا معاهم وما عندهمش اشكال انهم يبانوا سواء خدامين حاليا سواء مازال كيقراو وكيبان لهم بانهم فريمون 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 بانهم يقدروا يعاونوا الطلبه بزاف باش انهم يبارطاجيو معاهم يعني هاد كيف ما كنقولوا لو سافوار ديالهم. وهذا فطبيعه الحال دخل غير لصندوق الوصف، هذيك الاستماره اللي كاينه فهي خاصه بالطلبه يعني خاصه فقط بالطلبه، فخلي لي فقط ميساج في هذا، خلي لي ميساج في الكومونتير في التعليقات، وفي نفس الوقت صيفط لي في الويتشات اوبي بواحد جوج ثلاثه، الا ما عندكش الويتشات ديالي فهو تلقى هنايا اوبي بواحد جوج ثلاثه، صيفط لي ميساج قول لي انا راه مهتم بالكونسيبت ديال البودكاست ندي بلاصه عندك حتى المدينه ديالك نجلسوا معاك، غنحاولوا نصايب ان شاء الله نصايبوا واحد لا ليست وديك الساعه التيم ديالنا ان شاء الله ندي بلاصه حتى عندك ونجلسوا ان شاء الله نختاروا الوقت ونبداو ان شاء الله نشوفوا شنو هما الطلبه. غادي يكون عندنا واحد الكيستيونير غنصيفطوا لهاد الناس هادو باش يشرحوا لينا علاش خصنا نختاروك انت، حيت بطبيعه الحال كيف ما انت في الجامعه ديالك يقدر يكون واحد اخر حتى هو من نفس الجامعه ديالك حتى هو مسافر لينا وبغانا حتى هو
جلسوا معاه ونريكورديو معاه، فغيخصنا نختاروا. علاش نقدروا بطبيعه الحال نجيبوكم بجوج كيف ما نقدروا نختاروا واحد الا كان قنعنا كيف ما كنقولوا. وباش ما نطولش عليكم، تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وتحياتي وسمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو هذه، والسلام عليكم.